السلام عليكم، معكم يوزن الآن من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في. نواصل المسيرة لفهم الدروس المتعلقة بمادة الرياضيات في رحاب الرياضيات، الجذور المشتركة لتعليم الثانوي التأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. مرحبا بجميع التلاميذ المنضمين لهذا المستوى من ثانوي، جذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. الهدف من هذا الحصص هو أنكم تديروا ثقتكم في مادة الرياضيات وتفهموا جيدا الترتيب والعمليات في المجموع R. لذا اليوم سوف نخصص حلقة خاصة بالنسبة للقيمة المطلقة وخاصيتها، القيمة المطلقة وخاصيتها صفحة 56. إليكم تعريف: إذا ليكن X عددا حقيقيا أي ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، و M نقطة ذات الأفصول X من المستقيم العددي، من المستقيم العددي، لاحظوا جيدا هناك مستقيم عددي، لاحظوا O M O E. إذا ليكن X عدد حقيقي من M والنقطة ذات الأفصول X من المستقيم العددي، القيمة المطلقة للعدد X، القيمة المطلقة، القيمة المطلقة دائما تنمزوا لها بهذوك الجيران، القيمة المطلقة لعدد X هي المسافة OM، هي المسافة OM، ونكتب OM تساوي القيمة المطلقة لعدد X. فهمتم جيدا؟ لاحظوا معي المستقيم العددي لدينا OE 0 و 1، الأفصول ديال O هو 0 والأفصول ديال E هو 1 والأفصول ديال النقطة M هو X. إذا المسافة التي تجمع ما بين O و M، إذا المسافة OM تساوي القيمة المطلقة لعدد X، داكوغ، القيمة المطلقة ديال العدد X. واش هو موجب واش هو سالب؟ لا، العلاقة بين إشارة X والقيمة المطلقة. إذا ندرس الآن العلاقة بين إشارة X والقيمة المطلقة، إذا لاحظوا جيدا، إذا كان X أكبر أو يساوي الصفر، أي موجب X أكبر أو يساوي الصفر، إذا فإن المسافة OM تساوي X، OM تساوي X، إذن OM هي X، ومنه فإن القيمة المطلقة ديال X هي X. فهمتم جيدا؟ إذا كان العكس، إذا كان X سالب، X أصغر من أو يساوي الصفر، انتبهوا جيدا، OM تساوي ناقص X. لماذا؟ لأن X سالبة أصغر من أو يساوي الصفر، فإن OM تساوي ناقص X، ومنه فإن القيمة المطلقة ديال X تساوي ناقص X. هناك أمثلة للفهم. القيمة المطلقة ديال 3 هي 3، أي المسافة 3 هي مسافة. القيمة المطلقة ديال ناقص 3 على 5، ناقص 3 على 5، القيمة المطلقة ديال ناقص 3 على 5 تساوي ماذا؟ تساوي 3 على 5، أي كمسافة. واحد ناقص جذر مربع 3، لأن لدينا واحد أصغر من جذر مربع 3، واحد أصغر من جذر مربع 3، إذن بديهي واحد ناقص جذر مربع 3 سيكون سالبا، عدد سالب. نرمز ناقص واحد ناقص جذر مربع 3 بين قوسين تساوي ناقص واحد زائد جذر مربع 3 بعد إزالة القوسين، هادشي راه عارفينو. ثم 3 ناقص جذر مربع 5 عدد موجب. لماذا عدد موجب؟ لأن 3 أكبر من جذر مربع 5، إذن تساوي 3 ناقص جذر مربع 5. إذن كتوضيح، القيمة المطلقة ديال X تساوي X إذا كان X موجبا، والقيمة المطلقة ديال X تساوي ناقص X إذا كان X سالبا. فهمتوا؟ إذن المقابل، تابعوا لهذا، واحد ناقص جذر مربع 3، وكيف المقارنة؟ أول شيء خاصكم تقارنوا ما بين واحد، ما بين أو ب، ثم حسموا واش هو عدد سالب أو عدد موجب. إذا كان عدد موجب يحتفظ بالإشارة، إذا كان عدد سالب نقوم بالمقابل، نقوم بكتابة مقابل. الملحوظة: لكل X من R لدينا القيمة المطلقة ديال X أصغر من أو تساوي أكبر من أو تساوي الصفر. ملحوظة: لكل X من R لدينا القيمة المطلقة ديال X أكبر من أو تساوي الصفر. دائما القيمة المطلقة ديال X مربع تساوي X مربع، و X محصور ما بين ناقص القيمة المطلقة ديال X أي السالبة ثم القيمة المطلقة ديال X، يعني X محصور ما بين ناقص خارج القوسين، خارج القيمة المطلقة X X. إذا الخاصيات على المستقيم العددي X وناقص X هما على التوالي أفصول M و M'، لدينا M و M' متماثلتان بالنسبة للنقطة O، ومنه فإن O M تساوي O M' على الشكل التالي، لاحظوا جيدا، على المستقيم العددي X وناقص X، X وناقص X يبعدون نفس المسافة على O،
هما على التوالي اوف صوره ام و ام بريم ويبعدان نفس المسافه على المركز او. لدينا ام و ام بريم متماثلتان بالنسبه للنقطه او، ومنه فان او ام تساوي او ام بريم، يعني ان القيمه المطلقه ديال اكس تساوي هي نفس القيمه المطلقه ديال ناقص اكس. حاجه جيده. اذا خاصيات، هذه خاصيات خاصكم تحفظوها عن ظهر قلب. لكل اكس من ار لدينا القيمه المطلقه ديال اكس تساوي ناقص تساوي القيمه المطلقه ديال ناقص اكس، وجد مربع ديال جد مربع ديال اكس جد مربع ديال اكس تساوي القيمه المطلقه ديال اكس. لا صغير لان جد المربع ديال يكون دائما موجبا. لكل اكس وايغريك ار لدينا اكس ايغريك تساوي القيمه المطلقه ديال اكس في القيمه المطلقه ديال ايغريك، و اكس زائد ايغريك تساوي القيمه اصغر من او يساوي القيمه. لاحظوا جيدا اكس زائد ايغريك معناها القيمه المطلقه ديال المجموع ديال اكس زائد ايغريك اصغر من او يساوي القيمه المطلقه ديال اكس بوحدها زائد القيمه المطلقه ديال ايغريك بوحدها. واذا كان ايغريك يخالف الصفر فان القيمه المطلقه ديال اكس على ايغريك تساوي نفسها القيمه المطلقه ديال اكس على القيمه المطلقه ديال ايغريك. واخيرا لكل اكس وايغريك من ار لدينا القيمه المطلقه ديال اكس تساوي القيمه المطلقه ديال ايغريك يكافئ اكس تساوي ايغريك او اكس تساوي ناقص ايغريك. هذه الخاصيات خاصكم تحفظوها عن ظهر قلب باش تساعدكم في التمارين. دكاغ لان اليكم بعد تمارين تطبيقيه خاصه بالقيمه المطلقه لعدد حقيقي. القيمه المطلقه لعدد حقيقي هناك تمرينين. التمرين الاول قيمه مطلقه لعدد حقيقي، هناك امثله جذر مربع 2 ناقص 2 ثم 3 ناقص 2 جذر مربع 3 ثم اخيرا جذر مربع 5 ناقص جذر مربع 2. يقول التمرين اكتب بدون رمز القيمه المطلقه لعدد التالي، هل هي موجبه هل هي سالبه؟ ركزوا جيدا. التطبيقات خص تكون عن ظهر قلب، تعرفوا كيفاش تطبقوا المساله كتدريب. ثم ثانيا عندنا توظيف القيمه المطلقه، توظيف القيمه المطلقه في العمليات ليكون اكس واي عددين حقيقيين يعني يتمين مجموع ار بحيث اكس اكبر من او يساوي وحده لي 2، اكس اكبر من او يساوي وحده لي 2، وايغريك اصغر من او يساوي 1، ثم اكس ناقص ايغريك تساوي 3. خصنا نوظفوا هاد خصنا نوظفوا المعطيات في العمليات. احسب قيمه العدد او حيث لاحظوا جيدا العدد جذر مربع 2 اكس ناقص 1 جذر مربع ديال 2 اكس ناقص 1 زائد جذر مربع ديال 2 ايغريك ناقص 2. وبين ان اكس محصور ما بين 1 الى 2 4 وان ايغريك محصور ما بين ناقص 5 الى 2 1. واحسب قيمه واخيرا احسب قيمه العدد اف حيث القيمه المطلقه ديال اكس زائد ايغريك ناقص 5 زائد القيمه المطلقه ديال اكس زائد ايغريك زائد 2. لاحظوا جيدا هناك فيديوهات يوضح عمليه انجاز هذا التمارين. اليكم الان الفيديو الاول يوضح القيمه المطلقه للعدد الحقيقي وكيف كتابه بدون رموز القيمه المطلقه للعدد التالي.
وليكم الآن الفيديو الثاني توظيف القيمة المطلقة يوضح كيفية إنجاز هذا التمرين.
آمل من كل قلبي أن هذه الحصة تكون مفيدة لكم أيها التلاميذ الجدع المشترك للتعليم الثانوي وتأهيل وجد علوم وجد تكنولوجيا. اهتموا جيدا بمادة الرياضيات لأن مادة مهمة جدا في البكالوريا، ابتداء من الجدع المشترك، من الجدع المشترك إلى ثاني بكالوريا إن شاء الله. إذا اهتموا جيدا بالدروس الجدول المشترك للتعليم الثانوي التأهيلي خاص بمادة الرياضيات لكي تتفوقوا جيدا في هذه المادة. إذا في الحلقة القادمة إن شاء الله دائما في المسيرة ديالنا، مسيرة ديال المسافة، مسيرة ديال الترتيب والعمليات في المجموعة R، لدينا المسافة والقيمة المطلقة. المسافة والقيمة المطلقة، أقول إن هذه ثم مسافة والقيمة المطلقة، المسافة والقيمة المطلقة، هاي المسافة والقيمة المطلقة. إلى أن لدينا هذا الدرس تتم الدرس ديال المعارف الأساسية الخاصة بالترتيب والعمليات في المجموعة R. إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم يوسف دليل من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في الخاصة بمادة الرياضيات الثانوية.